السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب القسم العلمي للصف الحادي عشر مرحبا بكم في درس جديد من دروس التعليميه لمادة الجيولوجيا. معكم اليوم الأستاذ أسامه الشربيني مدرس مادة الجيولوجيا بمنطقة دبي التعليميه مدرسة الوحيده للتعليم الثانوي. درس اليوم عن موضوع عن التماثل البلوري. لكي نستطيع أن نتعرف على التماثل البلوري لابد أن نتعرض أولا إلى أجزاء البلوره المعدنية. ففي البداية أجزاء البلورة المعدنية تنقسم إلى ثلاث أجزاء أساسية، أولاً هناك بعض الأسطح بهذا الشكل، هناك أسطح مستوية تحدد البلورة من الخارج ومرتبة بشكل هندسي، هذه الأسطح المستوية يطلق عليها الأوجه البلورية، وهناك جزء آخر. وهو مثلا هذا الجزء، هذا الجزء عبارة عن جزء ناتج من التقاء وجهين بلوريين متجاورين، هذا الجزء يطلق عليه الحرف البلوري، إذا الحرف البلوري عبارة عن جزء ناتج من التقاء وجهين بلوريين متجاورين، الجزء الثالث وهو هذا الجزء ناتج من التقاء عدة أوجه بلورية متجاورة. قد تكون ثلاث أوجه أو أربع أوجه أو خمس أوجه أو ست أوجه، المهم يكونوا أكثر من وجهين، الجزء اللي ناتج من التقاء أكثر من وجهين يطلق عليه الزاوية المجسمة، إذا الآن لدينا ثلاث أجزاء أساسية في البلورة الأوجه، الأحرف، الزوايا المجسمة. لدينا حوالي أكثر من ألفين معدن في الطبيعة لكي نستطيع أن نميز بين هذه المعادن لابد أن نتعرف على أشكالها البلورية حيث أن الشكل البلوري من أهم الخواص أو الخصائص التي تساعد في التميز أو في التمييز ما بين البلورات المعدنية المختلفة. الآن سنتعرض إلى موضوع يسمى التماثل البلوري. لو وجدنا في هذه البلورة في هذا الجزء يوجد محور يمتد من اعلى الى اسفل يترتب حول هذا المحور مجموعه من الاوجه. ولذلك كلما كان ترتيب هذه الاوجه مرتبه بشكل هندسي منظم وبشكل افضل يكون درجه التماثل عاليه. ولهذا لكي نستطيع ان نصل الى تعريف امثل للتماثل البلوري هو عباره عن مدى أو درجة ترتيب الأوجه بشكل منتظم حول محور مار بمركز البلورة فسر سؤال هام جدا أحيانا نعتمد أو بدرجة كبيرة على التماثل البلوري في التفرقة والتمييز بين الفصائل البلورية المختلفة للمعادن على أساس أن كل بلورة بها درجة تماثل ثابتة ولكنها تختلف من معدن إلى آخر إذن لماذا يعتمد على التماثل البلوري في تقسيم بلورات المعادن الى سبعه فصائل؟ السبب الرئيسي هو ان درجه التماثل ثابته في المعدن الواحد ولكنها تختلف من معدن الى اخر. سنتطرق الان الى عناصر التماسل البلوري الثلاثه الاساسيه وهي مستوى التماثل، مركز التماسل محور التماسل يجب ان نفرق جيدا بين عناصر التماثل الثلاثه المختلفه هنا مثلا في هذه البلوره بنلاحظ دي بلوره معدن الجبس هذه البلوره تحتوي على عناصر التماثل الثلاثه مجتمعه وهي المستوى والمركز والمحور اما هذه البلوره فهي بلوره معدن الاكسينايت هذه البلوره تحتوي فقط على عنصر واحد من عناصر التماثل وهو مركز التماثل ولكنها لا تحتوي على المستوى ولا محور التماثل لكي نتعرف على عناصر التماثل بشكل افضل يجب ان نجرب معا بعض الانشطه التجريبيه والعمليه في هذا الدرس اولا النشاط الاول استقصاء مستوى التماسل هنحاول معا ان نصل الى مفهوم امثل للمستوى التماثل ولذلك سنجري معا هذه التجربه الأدوات المستخدمة معنا نموذج بلوري لمكعب من البوليسترين بهذا الشكل وهذا المكعب طول ضلعه 8 سنتيمتر مرآة مستوية لدينا أيضا مرآة مستوية بالإضافة إلى أداة للقطع ولتكن منشار بهذا الشكل. نبدأ في خطوات التجربة أولا اقطع نموذج المكعب إلى نصفين متساويين ومتشابهين هنحاول نقطع هذا الـ المكعب إلى نصفين متساويين ومتشابهين نحاول معا نستخدم المنشار في هذا الجزء نكمل من هذه الناحيه ايضا اصبح لدينا الان نصفان من المكعب بهذا الشكل الان ضع احد النصفين الذي تم قطعهما الان امام المراه بهذا الشكل ماذا تلاحظ داخل هذه المراه الان مؤكد انك ترى الان النصف الاخر للبلورة واضح تماما اذا الصورة الموجودة في المرآة تماثل النصف الاخر نلاحظ من هذه الاشكال وجود ثلاث أماكن تم عن عندهم قطع المكعب إلى أجزاء إلى جزئين لكي ننتج في النهاية جزئين متساويين ومتشابهين. كل تلك الأجزاء تسمى مستويات تماثل. إذا ماذا يطلق على المستوى التقسيم الذي أدى إلى تقسيم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين؟ يطلق عليه مستوى التماثل. إذا ما هو مفهوم مستوى التماثل؟ إذا هو عبارة عن مستوى يقسم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين بشرط أن يكون أحدهما صورة مرآة للآخر. ولكن الآن فهذه الجزئية. يا ترى، كم مستوى تماثل في هذه البلورة الآن؟ أي هل تستطيع أن تقطع هذه البلورة إلى نصفين متشابهين؟ بالطبع نعم، ولكن كم مستوى يتم عندها قطع البلورة إلى نصفين لإنتاج مستوى تماثل صحيح؟ كم مستوى تتوقعون؟ البعض يقول ثلاث مستويات كما رأى في الصورة اللي هو المستوى الإيه؟ الراسي الذي يقسم الى نصف ايمن وايسر مستوى اخر افقي يقسم الى نصف اعلى ونصف سفلي مستوى اخر بهذا الشكل يقسم البلوره الى نصفين ايمن وايسر ولكن هناك تسع مستويات وليس ثلاث مستويات فقط لاحظوا معي مستوى راسي يقسمها الى ايمن وايسر افقي يقسمها الى نصف اعلى واسفل بهذا الشكل، وكذلك في عندي نصف ايه اخر بهذا الشكل. اذا هناك ثلاث مستويات تمتد ما بين منتصفات الاوجه المتقابله. طب لاحظوا معي ايضا كم حرف بلوري يوجد اعلى هذا المكعب؟ في اربع احرف بلوري. اذا حاولنا ان احنا نقطع بهذا الشكل من هذا الحرف بشكل مائل إلى الحرف المقابل سينتج أيضا مستوى تماثل صحيح. ونفس الطريقة من هذا الحرف إلى الحرف المقابل وبنفس الطريقة نكرر ذلك وبنفس الطريقة نكرر ذلك. إذا لدينا الآن كم مستوى يمتد بين الأحرف المتقابلة؟ أربعة. وأيضا يوجد اثنان آخران بهذا الشكل من هذا الحرف إلى الحرف المقابل ومن هذا الحرف إلى الحرف المقابل. إذا لدينا الآن ست مستويات تمتد ما بين الأحرف المتقابلة وثلاث مستويات أخرى تمتد ما بين منتصفات الأوجه المتقابلة وبالتالي لدينا الآن تسع مستويات مختلفة في بلورة المكعب إذن في النهاية نصل إلى مستوى التماثل هو عبارة عن مستوى يقسم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين وكل منهما يعد إيه صورة مرآة للآخر نتجه الآن إلى عنصر آخر من عناصر التماثل وهو مركز التماثل. نحاول معا أن نستقصي معا كيفية الوصول إلى مفهوم مركز التماثل. نقوم بهذا النشاط معا. نموذج بلوري من بوليسترين طول ضلعه 8 سنتيمتر بهذا الشكل. مكعب آخر نستخدمه بهذا الشكل. أداة للقطع قلم مسطرة مترية. أولا الخطوة الأولى حدد نقطة في منتصف الوجه العلوي ويتم ذلك برسم قطرين متقابلين بهذا الشكل، نحاول نرسم الأول القطر الأول، هنا القطر الثاني، أصبح الآن لدينا قطران نقطة التلقاء القطران تعتبر هي النقطة التي تقع في منتصف هذا الوجه العلوي الخطوة الثانية إغرس مسمارا بعمق أربعة سنتيمتر في النقطة المحددة لماذا أربعة سنتيمتر لأن طول ضلع هذا المكعب ثمانية سنتيمتر أنا محتاج ان انا اصل الى نقطة المركز في اللي التي تقع في مركز البلورة وبالتالي يجب ان احنا نغرس المسمار بمسافة 4 سنتيمتر وهي التي تمثل نصف الضلع بهذا الشكل لدينا الآن مسمار نحدد عليه مسافة 4 سنتيمتر بهذا الشكل حددنا عليه مسافة 4 سنتيمتر بهذه الطريقة نحاول غرس المسمار بهذا الشكل إلى أن نصل لهذه النقطة النقطة الثالثة اقطع النموذج إلى نصفين مكان مستوى التماثل الأفقي لدينا الآن مستوى تماثل أفقي بهذا الشكل مستوى التماثل الأفقي يتم تحديده من خلال قياس أيضا أربعة سنتيمتر في وجه البلورة بهذا الشكل كذلك أربعة سنتيمتر بهذه الطريقة نصل بين هذه النقاط لكي نصل إلى مستوى التماثل الأفقي نحاول القطع معا بهذا الشكل نكمل من الناحيه الاخرى انظر معي ماذا ترى عند هذا الجزء ماذا نرى هنا في هذا المكان يوجد راس مين راس الدبوس اذن راس الدبوس في هذا المكان يمثل مركز البلوره اذن بهذه الطريقه نستطيع ان نصل الى مفهوم لمركز البلوره مركز البلوره عباره عن نقطه وهميه متوسطه في البلوره يتناظر عبرها الأوجه والأحرف والزوايا في ازدواج، بمعنى إذا كان وجه في هذا الجانب يكون وجه في الجانب الآخر وعلى نفس البعد. إذا كانت هناك زاوية مجسمة في هذا المكان يكون هناك أيضا زاوية مجسمة في الجانب المقابل وعلى نفس البعد أيضا. إذا هذه النقطة تمثل مركز البلورة. نستكمل معا العنصر الثالث وهو محور التماثل. الادوات المستخدمه برضو نماذج من البوليسترين مكعب طوله 8 سنتيمتر بهذا الشكل اداه للقطع قلم مسطره متريه حدد نقطة في منتصف الوجه العلوي لكلا الوجهين بهذا الشكل. احنا حددناها سابقا نقطة بهذا الشكل ونقطة في الجانب الاخر. نكمل اغرس مسمارا يمر بالنقطتين بهذا الشكل نكمل غرز المسمار بهذا الشكل الى ان يصل للجانب الاخر هل يمر المسمار بمركز البلورة؟ مؤكد يمر مركز البلورة إذا ماذا يسمى هذا الخط المار بمركز البلورة؟ هذا الخط يسمى محور البلورة محور البلوري هل تدور البلورة حول هذا المحور بحرية تامة؟ نعم بهذا الشكل هل يمكن أن تكرر وضعها في الفراغ؟ نعم يمكن أن تكرر وضعها في الفراغ مرتين أو أكثر من مرتين بهذا الشكل إذن نصل معا إلى مفهوم للمحور البلوري عبارة عن خط وهمي مستقيم يمر مركز البلورة وتكرر البلورة وضعها في الفراغ عدد من المرات وبناء على عدد مرات تكرار البلورة وضعها في الفراغ نقدر ان احنا نحدد نوع محور التماثل مثلا الدورة الكاملة 360 درجة اذا استطاعت البلورة ان تكرر وضعها في الفراغ مرتين اي كل 180 درجة فهذه الحالة يسمى محور تماثل ثنائي اما اذا قررت وضعها ثلاث مرات محور تماثل ثلاثي، اربع مرات محور تماثل رباعي، ست مرات محور تماثل سداسي، ولا يوجد محور تماثل خماسي او اكثر من سداسي، والسبب في عدم وجود محور تماثل خماسي او اكثر من سداسي ان هذه الاشكال اللي هي الخماسيه اذا جمعناها معا ستترك بينها فراغ، وبالتالي يبقى داخل المعدن فراغات، وبالتالي يكون ترتيبه غير منتظم هندسيا، وبالتالي لا يسمى معدن. أنواع محاور التماثل المختلفة، في محور تماثل ثنائي كما ذكرنا تكرر البلورة وضعها في الفراغ أثناء الدورة الكاملة مرتين فقط أي كل 180 درجة. نحاول نشوف مثال لهذا الجزء. هذه البلورة، نحاول ندقق معا. هذه البلورة لو مسكنا مثلا هذا المحور لاحظوا معايا هذا الجانب الملون باللون الأحمر. نبدأ نكرر البلورة، عندما نصل لهذا الجزء تكون البلورة أكملت 360 درجة، حاولوا تعدوا معايا. هل هذا الشكل اللي شفتوه نفس هذا الشكل؟ بالطبع لا. نكمل. هل هو نفس هذا الشكل؟ نعم. إذا الآن نقدر نقول واحد. هل هو نفس هذا الشكل؟ بالطبع لا. نكمل. هل هو نفس الشكل؟ نعم. إذا البلورة أكملت وضعها في الفراغ كم مرة؟ مرتين أي كل 180 درجة ولذلك هذا المحور يسمى محور تماثل ثنائي. نوع آخر طبعاً والمحور الثنائي بيرمز له بهذا الرمز البيضاوي المظلل من الداخل. هذه الرموز إيه نخلي بالنا منها. محور تماثل ثلاثي. البلورة إذا أديرت حول هذا المحور ستكرر وضعها في الفراغ ثلاث مرات أي كل 120 درجة نحاول نشوف مثال بلوري لهذه الجزئية ركزوا معايا هذا المحور نحاول نحن ندير البلورة حول هذا المحور ركزوا معايا فيه الجزء الذي تراه الآن هو هذا الجزء اللي هو المظلل باللون اللي اللح... الغامق نبدأ نعد مع بعض واحد اثنين ثلاثة إذا محور تماثل ثلاثي لأن البلورة قررت وضعها في الفراغ ثلاث مرات نوع آخر من محاور التماثل محور تماثل رباعي أي أن البلورة تكرر وضعها في الفراغ أربع مرات أي كل تسعين درجة نحاول نشوف مثال له هذا الجزء ده محور مقرب هذا المكان باقي المحور نحاول معا ان ندير البلوره ركزوا معايا هذا الوجه الداكن اللون كلما يظهر نبدا نعد مع بعض واحد اتنين تلاته اربعه إذا البلورة الآن أكملت دورة كاملة وقررت وضعها أربع مرات إذا هذا المحور محور تماثل رباعي ويرمز له بهذا الرمز مربع مظلل من الداخل محور التماثل السداسي وهو محور تكرر تدور حوله البلورة دورة كاملة فتكرر وضعها في الفراغ ست مرات أي كل ستين درجة ويرمز له برمز شكل سداسي مظلل من الداخل نحاول نشوف معا نموذج له بهذا الشكل ركزوا معايا لو مسكنا هذا المحور لاحظوا معايا نبدا نكرر ونبدا نلف البلوره بنفس الطريقه هذا الوجه الايه الداكن اللون عدوا معايا نفس الوجه بالظبط واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ستة الوجه اللي بدأنا به إذا هذه البلورة الآن تحتوي في هذا المكان على محور تماثل سداسي إذا لدينا الآن أربع أنواع من محاور التماثل محور تماثل ثنائي ويرمز له بالرمز البيضاوي المظلل محور تماثل ثلاثي ويرمز له برمز مثلث مظلل محور تماثل رباعي ويرمز له برمز شكل رباعي مظلل والسداسي بشكل سداسي مظلل كما رأينا الآن. أحبائي سنعرض عليكم الآن فيلم تعليمي عن شكل رباعي الأوجه وكيفية وجود نوعين مختلفين من محاور التماثل به حيث يوجد به سبع محاور تماثل لكن نقدر إن إحنا نصنفهم إلى نوعين مختلفين كما سنعرض معكم الآن. شكل رباعي الأوجه موضح أمام حضراتكم الآن نحاول نتعرف على نوع محور التماثل الممتد من زاوية مجسمة إلى منتصف الوجه المقابل كما نرى الآن، ندير البلورة، واحد، اثنين، ثلاثة، إذا البلورة الآن كررت وضعها في الفراغ ثلاث مرات، إذا هذا المحور من النوع الثلاثي. نستطيع أن نكرر هذا الوضع ثلاث مرات أخرى أيضاً، بهذه الطريقة كما نرى. ايضا من زاويه مجسمه الى منتصف الوجه المقابل ندير البلوره واحد اثنين ثلاثه مره اخرى بنفس الطريقه من زاويه مجسمه الى منتصف وجه مقابل واحد ثلاثة للمرة الرابعة واحد اثنين ثلاثة إذن لدينا الآن أربع محاور من النوع الثلاثي تمتد من زاوية مجسمة إلى منتصف وجه مقابل الآن محور من منتصف حرف إلى منتصف حرف مقابل واحد اثنين من النوع الثنائي نستطيع أن نكرر هذه المسكة أيضاً بطريقة أخرى, مرتين, أخرى آخر مرتين مرة تانية واحد اتنين أيضاً مرة أخرى من منتصف حرف إلى منتصف حرف واحد اثنين إذن من خلال عرض الفيلم التعليمي السابق نلاحظ وجود سبع محاور بلورية. سبع محاور تماثل منها اربع محاور تماثل ثلاثيه تمتد من زاويه مجسمه الى منتصف وجه مقابل وثلاث محاور اخرى ثنائيه تمتد من منتصف حرف الى منتصف الحرف المقابل. اذا الان تعرفنا بشكل جيد جدا عن انواع محاور التماثل المختلفه من خلال العروض العمليه اللي عملناها معا ومن خلال الفيلم التعليمي. نكمل معا بعض الاسئله التطبيقيه. ما نوع محور التماثل الموضح في الشكل المقابل؟ لاحظوا معايا إذا أدرت هذه البلورة الآن أصبح الآن لديك خبرة ستجد أن هذا الوجه سيكرر نفسه فقط مرتين وبالتالي سيكون محور التماثل في هذه الحالة من النوع الإيه؟ الثنائي مثال آخر ما نوع محور التماثل الموضح في الشكل المقابل؟ هذا الشكل سنعامل كل وجهين متجاورين والجزء الذي اسفلهم كانهم كقطعه واحده بهذا الشكل ولذلك ستكرر البلوره وضعها في الفراغ كم مره ثلاث مرات كما عرضنا عليكم من هذا النموذج بهذا الشكل هذا الجزء المظلل كده واحد اثنين ثلاثه اذا محور التماثل من النوع الثلاثي. مثال اخر ما نوع محور التماثل الموضح في هذا الشكل؟ سنلاحظ ان هذا الوجه عند الدوران سيتكرر اربع مرات هنا مره مره اخرى ومرتين في الخلف. اذا هو محور تماثل رباعي وياخذ هذا الرمز. ما نوع محور التماثل الموضح في هذا الشكل؟ ايضا كل وجهين متجاورين هيعاملوا كانهم إيه وجه واحد. ولذلك انا عندي هنا 1 2 3 4 هيطلع محور تماثل رباعي بهذا الشكل 4 و4 8 يطلع رباعي سنتعرض الان الى نمط اخر من الاسئله وهي اسئله المقارنه من حيث اوجه الشبه والاختلاف قارن بين محور التماثل ومستوى التماثل اكيد طبعا وجه الشبه معانا هو كلاهما من عناصر التماثل البلوري ولكن محور التماثل كما ذكرنا سابقا عباره عن محور يمر بمركز البلورة وتدور حوله البلورة دورة كاملة فتكرر وضعها في الفراغ مرتين أو أكثر من مرتين أما مستوى التماثل مستوى يقسم البلورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين وكل منهما يعد صورة مرآة للآخر وكلاهما من عناصر التماثل البلوري هكذا أحبائي أبناء وبنات طلاب الصف الحادي عشر العلمي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته